السلام عليكم خاوتي، خوكم سفيان توجور. راح نوريكم اليوم كيفاش تنيرواي الموتور تاعك تاع الاكواريوم هكذا. بون، انا عندي لا ميم اكواريوم، راني داير دو نيرواير، بصح ماكم فاهمكم في نيرواير هذا، كان نورمالمون ندير الموضوع نفهمكم مليح، راني قريب نديرو ان شاء الله. خاوتي معلومات من ذهب والله، انا والله هبطت للجزائر لاقت لي شويه علاه، ما لي بيع الحوت ما يعرفش، ما لي بيع الحوت ما واش نقول لكم، بون شونس بصح بالعقل بالعقل نحل بكم غير بالعقل هكذا. كيما نقولوا حنايا هاو نيتواير تاعنا، انا عندي اي هايم اكسبيرينس هكذا، هادو كانيستا باك نعطيكم كاع على اسمو على لي نيتواير كاع نهضر لكم عليهم ونقول لكم اكزاكتومون شكون الميور واش تسحق وفهم. بون ما عليك نفتحو هاليك، راح نقيه اليوم غير باش نوريكم هكذا. نورمالمون ما نقيهش بصح معليش نقيه، تسمى صرالي كي رحت فاكونس وليدي وكل بزاف الحوت، وكل جدهم عمرهم بالماكلة، بقول تسمى لازم دوك لازم نيطواي ديجا هادي البولة، شوف البنات كيفاش نيطواي. اوكي باش هكذا نحي الماء من الاكواريوم، البيدون هذا بالك زعما فيه زعما يستعملوه للسياق ولا يستعملوه دي برودوي شيميك، خلي عفسه شغل نقيه غير للحوت ياك. هذا الماء هذا اللي خرجته انا من الاكواريوم، لازم تخرجوا من الاكواريوم ياك، جامي تستعمل الماء تاع العين باش تغسل نيطواير تاعك. دوك هكذا تسمى هاو نيطواير، دوك نحي لي زيطاب تاعو ومن بعدك نحكي لكم على هادو عفايس هادو وشنو لي بلاستيك هادو، دوك نوريكم واش عندي كاع هنايا ياك بالعقل. اوكي بون كاين بزاف عباد ما على بالهمش شنو هادي وشنو الميديا واش خدمتها اللي دير هكذا. هادي خلوني من بالك نفهمكم، انا عندي تروا جور باش نفهمكم برك، ما تتخلعوش ياك، ماشي لازم باش تربي الحوت لازم لك هاد العفايس ولا لا. هادي كيما نقول لك اجتهاد باش تقدر يعاونك في بزاف امور، المرض بزاف امور، لا تقدر الواحد اللي عنده اللي ما عندوش الله غالب، اللي ما عندوش ماشي لازم، وتقدر تستعملها مام هاد الميديا، تقدر تستعملها تقدر تخدم واحد الفلتر وحدك غير بالعقل. قلت لكم كاين بزاف لي ديطا وانا ماذا بيا تعرفوا من ا تو زد هكذا باش واحد ما يعرفش لكم، باش كي تشري الحوت كيفاش تشريه، منين تشريه، علاش تشريه، واش تشري الحوت، علاش، واش دير له، كاين بزاف امور بزاف لي ديطا. هادي عطولها ميديا هكذا، وهذه هي بيولوجيك، سي ان سيستم بيولوجيك تاع باش تخبى فيه لا بكتيري هكذا، باسكو كاين دو جور تاع لا بكتيري. ومن بعد انا نقول لكم علاش هذا اكزاكتومون، علاش هذا في موضوع وحده خير ياك هكذا خاوتي. دوكا غير النظافه، بون انا راني نظفت على كل حال هاد الحجر كاع، راني شللتهم باش نحي لهم كاع هذاك واش كاين الكشخز ولا ونوريكم اللي عنده نيتواير هكذا كانيستا، يعطولهم كانيستا فيوتر هكذا، فيوتر اللي عنده فيوتر هكذا كرافت من الفرنسي، خلونا نستعملو لونجلي معليش، فيوتر هذا فيوتر هو نيتواير ياك، اللي عنده واحد هكذا وحبني نوريلو اكزاكتومون كيفاش يستاليه، كيفاش يعمر وين يعمر باش يربح شويه، باش يربح لي سباس، باش يربح بزاف امور، ماذا بكم قول لي باش نديرو هكذا ونهضر عليه. تسمى تسمى شفاو برك على واش راني ندير، تسمى هذا كانيستا يجو فيه ديك دي هكذا، يجي هما جينيرالمون كي تجي من لاكومباني يجي فارغ من تحت. نوريكم كيفاش تقويه يولي زعما نقولوا عندك اكواريوم تاع 500 زعما عندك شريط فيه، وتا زعما نقولوا حنا تاع نقولوا يقول لك ما تاع 250 لتر هكذا، حبي يقول لي دور 250 لتر في الساعه ابي بري، ولا يقول لك تسمى تشري هكذا 250 لتر، حبي يقول لك في الاكواريوم تاع 250 لتر. انا نوريكم كيفاش هذا تقدر ترجعوا حتى تاع 250 لتر تقدر تستعملوا اكواريوم تاع 400 لتر 500 لتر، ما كان تروح تشري زعما نقولوا واحد اخر غالي عليه تاع 500 لتر، تروح هذا زيد تكبروا هذا تاع 250 لتر نقولوا ابي بري، ماشي هذا نقولوا ابي بري، نقدر نعاونك باش ترجعوا يقدر يمشي لك اكواريوم تاع 500 لتر، فهمتوا خاوتي؟ واللي يحب يعرف هذه المعلومه يقول لي، واللي يحب يعرف بون هذه الميديا لازم نهضر عليها باسكو امبورتون سيرتو في امور، ومن بعدك نتطرق عليهم ياك خاوتي. اوكي في امور تاع البكتيري باسكو كاين دو جور تاع بكتيري كيما فهمتكم مع الاول هكذا. المهم هذه ما تهمش بزاف، ومن بعدك نهضر عليها على كل حال، نهضر عليها ايطاب باش الناس تتعلم مليح، باش واحد ما يعرفش لكم وترفضوا معلومات
صحيحة هكذا. تسمى كي لحقت انا عندي خلاص نقيتهم خاوتي باش تعرفوا نقيتهم سي بون كاع تنقاو هاد الحجر كاع شللتهم وكذا شللهم بك ماشي لازم بون نحطهم فيكري هكذا. دوكا هذا هو الصح اللي نتوما عندكم باسكو عندكم سبانش فيوتا كيما هذوك اللي يجيو معلقين وكذا. اوكي اوكي خاوتي اوكي لازم دوكا هذا واش ندير انا خاوتي نرفدو كومبلي هكذايا بلا باسكو هو فيه ديزيطا فيه فيه في هذاك الرقيق كاع. سمحوا لي اخوتي على الفوحه ديروا ديريكت في الماء تاع الاكواريوم ياك في الماء تاع الاكواريوم ديروا في الماء تاع الاكواريوم هذا ثاني اليوم ديريكت في الاكواريوم باسكو هو يجي الرقيق كاع من الفوق من تحت يجي الخشين هكذا يجي الخشين اللي ما فيه ثقابي كبار ومن بعد يجي لو مويان ومن بعد فوقه يجي هذاك الرقيق اللي درتو دوكا هكذا اخوتي هكذا نقيه بيان نقيه كيما نقول لك نحيلو كاع هذاك الخز ماشي لازم 100% وكدايا. او شنو هذا منين جا هذا من تحت هذا نشوف البلاصه تاعو هذا ما كان خاوتي غسلو في الماء تاع الاكواريوم هكذا واللي عنده عفسه هكذا تسمى نقوا هكذا هكذا نحيلو كاع الخز هذا هكذا غير هكذا اسمحوا لي خاوتي اللي ربي الحوت لازم له على كل حال خير ما تنقيش بزاف هاد الكانيستر تقدر هاد الكانيستر تنقى خطره على فاش مليح هذا نقي بالك خطره في العام خطره في 6 شهور ما حتى تلقى لا بويسونس تاع الماء نقصت باش تنقيه علاش هذا فيه شي ساعات خير من نيتواير صغير هذا ولا بصح كاين كاين ومن بعد نفهمكم على لي نيتواير كاع واش تحقوا تما ما تسحقش بزاف عندو خاطر والله ما تسحقوا بزاف باش تربوا الحوت هكذا نوريكم السامبليسيتي في التربيه تاع وريت لكم السامبليسيتي في التربيه تاع المقنين نزيد نوريكم السامبليسيتي في التربيه تاع الحوت وكي نقول لكم تربيه تاع الحوت ماشي غير يعيش لك الحوت ما يموتلكش في الانتاج الانتاج يكثر لا كوبلومون الصحه تاعو ما تخسرش دراهم من بعد هكذا خوتي كيما نقول لك نقيه في الماء تاع الاكواريوم هكذا ما تستعملش كاع الماء تاع العين انسى الماء تاع العين ياك كاين بزاف من الناس ما يعرفوش هذه المعلومه ومن بعدك اللي عنده واحد هكذايا باسكو هذا كي ديروا لازم تعمروا بالماء عمروا بالماء تاع الاكواريوم جامي تعمروا بالماء تاع وسمو فهمت باسكو تقتل كاع البكتيري تاعك البكتيري كاع تقتلها تستعمل الماء تاع العين تقتل كاع البكتيري تاعك تسمى الخدمه اللي خدمتها دوك انا ندير 6 شهور وانا نخدم باش ندير سيستم بيولوجيك نتقبوا في ساعه ومن بعدك اوتوماتيكمون الامونيا تزيد وتهيج الامونيا باسكو البكتيري نقصت بزاف الامونيا ومن بعد الحوت تاعك يبدا يمرض ويبدا يموت لك هكذا خاوتي ها كيفاش نتروي الاكواريوم تاعك نتواير تاعك ودوك نطلق لهادوما الميديا نطلق لهادوما الكانيستا فيوتيز فيوتا نتواير باش الناس تفهمني في الفيتير نقولكم واش تقدر تستعمل حاجه رخيصه كاع والله العظيم ما تسقم لك والو هكذا خاوتي وتربي الحوت وتزهق